في بابل تحديدا منطقة أبو العين التابعة لناحية النيل. هاي المنطقة بها مشروع مي منجز من 9 سنوات لكن لا يعمل حتى الآن. هذا المشروع المائي يغطي مناطق أبو العين. منجز يعني كامل إنجازه منذ 9 سنوات لكن متروك ومهمل، والناس اليوم يعني تحديدا في هاي المنطقة بحاجة إلى قطرة المي، فما نعرف شنو السبب انه هذا المشروع اللي جاهز مدى نشغله. الناس تتساءل وتساءلوا الناس في هذه المناشده بهذا الفيديو اللي دزوا لنا اياه. استاذ العزيز، اول ما بدوا بحربنا بجدول باب، اقسم لك بالله طول جدول باب 36 كيلو كنا ما محتاجين لسالة. ما يصنع خابط ونحن نرشح. شلون حاربوكم بالجدول؟ حاربوا بطنوه 12 كيلو، يعني غير على مودكم بطنوه. جدول باب كان يمول 7 محافظات بفوق اشتغلوا، يمول بالمواطن، صالح المواطن مو من صالح المواطن، يمول 7 محافظات. الله وكيلك، ماني خيار لوبيا. شوف هسه ماكو هرش، ماكو هي النيل بالتحديد في بابل، هي سلة العراق الغذائية. صح، والله متآمرة عليها حتى من الدول، أقسم لك بالله. شنو بالبصرة السياحة هذا خاص إسرائيلي، مانيتنا كل المحافظات العراقية تروح إسرائيل اليوم إسرائيلات مدريد في إيش وقت أو تبطيء جدول تغليف. أنت تشتري 4000 دينار، أنا أشتري 4000 دينار، أنا صرت حالك مجرد ما أنطي إيجار البيت بس. البيت والبيت ما بي لا مي ولا كهرباء. مي ما عندنا كهرباء، ما هلاك يعني شيء يعني دمار. والله دمر، والله العظيم. انا عندي سؤال واحد بس اريد اساله، سؤال واحد بس اريد اساله. لو بالاداره الجدول يتغلف، يا ريت لو من البدايه مدري كم كيلو قبل ما من الصدر، يعني ليه جاي صار كانه مرتفع عنا المي. هاي وحده بدي اسال سؤال، اذا هذا المشروع فاشل شنو الحل مالته؟ شنو الحل مالته؟ مشروع فشل، تلغينا ما تلغي يلغي. كل مشروع هاي 4 سنوات 5 سنوات يعتبر مشروع فاشل. تغليف جدول باب الفاشل كان مي وصلنا، روح الديوانيه بها مي، روح السماوه بها مي، احنا ليش ما عندنا مي؟ ليه؟ الى برنامج على المكشوف. اتمنى نعرض هذا الفيديو حتى يصل للراي العام، انه هاي الاساله والماء صار لها اكثر من 10 سنوات من بلشوا بانشائها، كملت قبل 3 سنوات حسب حديث المواطنين، ولغايه الان لم هاي هسه جاي جفاك، هاي انتهت بعد ما تشتغلها، هاي صار لك سباير، هاي كسباير، هاي انتهت، هاي والله كسباير، هاي مو هاي شو اسمها؟ هاي انت انتهت والله، اصلا سنتين معك وطهر كيفك؟ كيفك؟ شوف هاي الفيدرات، هاي الفيدرات تفتح عم يفتحها من يمين، صار انت 10 سنين بالسنتين من خصك عمي يا فلاح، هو هذا الولد الفاش هذا، افتح لي هذا، وهذا في درجه، هذا مال الكهرباء، تعال شوف هذا الكهرباء، هذه بكذا بكذا مبلغ، هذا زين، هذا اذا ترك سنتين 3 سنوات بفائده، مو هدر المال العام هذا. شوف سبالك مربوطه، صار المشروع هو السعه مالته 15 كيلو هسه صار 30 كيلو صفاء، شان السعه مالته 15 هسه صار 30. ليش؟ من انت دعيت انتخابات السابقه قام يروح للمناطق المرشحين والنواب البابل، قام ينطي هاي المنطقه 5 كيلوات 100 كيلو، ظلت الناس ما وصلت، يعني مشروع ابو عين ما خدم اهل المنطقه؟ ليش راح لغير مكان؟ سادي اريد وياي هذا الولد، نفس الشيء هسه ضمن لا مشغل المشروع لا شيء، وهسه اكو مناطق تتجر. ابي امغان رحب بكم هنا منطقتنا المنكوبه، واحب عن طريق قناتكم اسال محافظ بابل كونه مسؤول ومسؤول عن المحافظه كامله، ما هو سبب توقف المشروع لمده 9 سنوات؟ هل هذا المشروع مخالف لشروط الصحه والسلامه؟ هل يوجد اشعار، مواد اشعاعيه في هذا المجمع؟ هل يوجد ابار نفطيه تحيط بالمجمع؟ مجمع يخدم الاف العوائل من توقف لمده 9 سنوات، هذه انا اعتبرها مقصوده وبصمه متعار على كل سياسي لا يستطيع تقديم خدمه لاهله وناسه.